هل تجب قراءة سورة بعد الفاتحة أريان يعني إذا كنت تقصد المأموم المنفرد لا تجب عليه قراءة سورة بعد الفاتحة إذا كنت تقصد الإمام في صلوات السرية كذلك لا تجب عليه إذا كانت كنت تقصد الإمام في الصلاة الجهرية فما علمنا أن النبي صلى صلاة جهرية واقتصر فيها على الفاتحة في الركعتين الأوليين يعني.